العالم باتساعه الكبير نبحر فيه بضغطة زر، سواء في الجوانب الترفيهية أو الاجتماعية أو في عالم الاقتصاد والأعمال. وإدراكاً منا بتسارع وتيرة تطور التقنية، نمد رؤانا نحو صناعة مستقبل ريادة الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. أنشأنا في هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان مركزاً وطنياً نسعى من خلاله إلى دعم ريادة الأعمال التقنية، وأطلقنا عليه برنامج ساس للإشارة إلى تهيئة الظروف وبناء الأساس للمشاريع التقنية. نرحب دوماً في برنامج ساس برواد الأعمال العمانيين من ذوي الأفكار المتميزة وأصحاب المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. نناقش أفكارهم، نستنبط رؤاهم، ونرسم معهم أولى الخطوات في بناء المشروع. بالإرادة والعزيمة من صاحب المشروع وبالخدمات المقدمة في برنامج ساس التي تمتد إلى 3 سنوات، نتطلع إلى إنجاح تلك المشاريع. لمنتسبي برنامج ساس من أصحاب المشاريع، نقدم باقة من حلقات العمل التدريبية في مجال إدارة المشاريع بالإضافة إلى الإدارة المالية والتسويقية. كما يقوم البرنامج بالتقييم الدوري للمشروع إلى جانب تقديم الاستشارات الفردية والمتابعة المنتظمة من خلال مختصين في إدارة المشاريع. علاوة على ذلك، يوفر برنامج ساس بيئة عمل متكاملة تشمل المكاتب وقاعات الاجتماعات بالإضافة إلى قاعة اجتماع مرئية عن بعد، وكذلك توفير مكاتب افتراضية لأصحاب المشاريع التي لا تتطلب مساحات مكتبية. يفتح برنامج ساس آفاقاً للتواصل بين أصحاب المشاريع والمجتمع الخارجي من خلال المعارض الدولية والمحلية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. بعد انقضاء فترة الدعم، يهدف برنامج ساس إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل، مما يسهم في تقديم تقنيات جديدة وإيجاد خدمات ومنتجات مبتكرة. برنامج ساس نساهم في وضع الأساس لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عمان.